بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية ومع بيان لي غيكومبخوندغ للمبتدئين، وغنستكملو إن شاء الله مع هاد الفقرة، وغنشوفو كلمات وعبارات يعني جديدة. عندنا أن فيغ دو تيغ، أن فيغ دو تيغ، فوالا سيت أن فيغ دو تيغ، فوالا أوسي سيت أن فيغ دو تيغ. أن سيربون دون ليغب، أن سيربون dans l'herbe. ايضا فوالا سيت ان سيربون دون ليرب، يعني ثعبان في العشب. عندنا ان را سور لو مور، ان را سور لو مور، لو را سور لو مور، فوالا سيت ان را سور لو مور، يعني فأر فوق الجدار. طبعاً الحال ما تتكلموش على لا سوري، لا سوري يعني الفأرة. أحيانا نجد هذه العبارة غا دون لي ميغ دو لا ميزون، يعني في ران تنشوفوا كاين واحد الإسنق، يعني جمع دون لي ميغ، يعني في جدران المنزل، دون لي ميغ دو لا ميزون. طبعا الحال الفأر ولا الفأرة ولا كل الحيوانات التي تشبه لها القوارض نسميها غونجور دوميستيك، غونجور دوميستيك يعني أن قوارض منزلية. سوماتا روني إيت أغيفي أون غوطار أ ليكول، هذا الصباح روني إيت أغيفي يعني وصل، سيلفر أغيفي أون غوطار يعني متأخرا، أ ليكول يعني للمدرسة. إذن هذا الصباح روني وصل متأخرا للمدرسة. سوماتا روني إيت أغيفي أون غوطار أ ليكول. إلي بافار يعني أنه ترتار، يعني هو ترتار. طبعا الحال المؤنث نقول بافارد. فوسي بابا، فوسي بابا يعني ها هو أبي أو الأب. عندنا هنا أمر فا أوفغيغ لا بورت، فا أوفغيغ لا بورت يعني اذهب لفتح الباب. طبعا الحال عندنا لو فيرب ألي. طبعا الحال في ألي شنقولو؟ تنقولو فا ألون ألي يعني اذهب فلنذهب فلتذهبوا، أو اذهب أو اذهبي، أو فلنذهب سواء كنا إناث أو ذكور. ألي يعني فلتذهبوا أو فلتذهبنا. طبعا حتى نتكلموا على لو فيرب ألي على الانفينيتيف بريزون، طبعا الحال مصرف على امبيراتيف بريزون يعني في الأمر اللي تنسميه امبيراتيف بريزون. عندنا فارم لا بورت دوسمون، سي لو فيرب فيرمي حتى هو في الأمر. فيرم لا بورت دوسمون يعني اغلقي الباب يعني ببطء. اذا عندنا لو فيرب فيرم كاين على امبيراتيف بريزون، اذا تنقولوا فيرم فيرمون فيرمي يعني اغلق او اغلقي، فلنغلق فلتغلق او فلتغلقنا. اون كاراف اون فير، اون كاراف اون فير، شنو هي كاغاف؟ هي هادي، هادي تسمى كاغاف. مثلا عندنا هنا كاغاف اون فير دو 2 لتر، يعني انها كاغاف من زجاج نصف لتر. احيانا نجد كاغاف اون كريستال، هادي تسمى كاغاف اون كريستال، يعني فيها انواع. مثلا الاناء اللي تنشوفو بهذا الشكل واللي تيتسمى كاغاف، يعني اون كريستال يعني انه بالبلورات، يعني الطريقه اللي مصايب بها يعني ان الزجاج على شكل بلورات، اذا نسميه كاغاف اون كريستال. ولكن التي امامنا هي تعود لمنتصف القرن التاسع عشر، كاغاف اون كريستال دو 19 سيكل. اذا طبيعه الحال فهي يعني فهو اناء يعود لهذه الحقبه. ايضا ممكن اننا نجد هذا الشكل، هذا الاناء ببلاستيك، اذا كاغاف اون بلاستيك ريجيد، يعني اننا نتكلم عن اناء من البلاستيك القوي. ايضا يعني كاغاف اون برا تير، يعني انه كاغاف ولكن من التراب الاسمر الداكن كويت، يعني انه كما لو نقول بانه مطبوخ، يعني ان هذا الطين الداكن مطبوخ ثم صنعت منه هذا الجرار، ثم صنع منه هذا الاناء بهذا الشكل. اذا كاغاف اون برا تير كويت ان لتر. طبيعة الحال بغا بالنسبة للمذكر، بالنسبة للمؤنث نقول بغين يعني سمراء. كغاف أو بيشي
en inox. كاراف بيشي en inox. الإناء يسمى كاراف وممكن أننا نسميه بيشي en inox، يعني أنه مصنوع من الإنوكس. إذن فوالا سو سون دي بيشي، يعني هم إناءات بهذا الشكل. عندنا إن مونتخ أن نار، إن مونتخ أن نار، بطبيعة الحال مونتخ فوالا سو سون دي مونتخ أن نار، يعني ساعات يدوية من الذهب. لور هو الذهب. إذن إن بورت أن فار، إن بورت أن فار، تنقولو فيرمي لا بورت. إذن إن بورت المقصود بها باب. إذن بورت أن فار يعني باب من الحديد. فورجي يعني أن هذا الحديد أنه تم ليه وتم تشكيله. إذن نقول عنه فار فورجي. نو توش با أو شاربون، يعني لا تلمس أو شاربون، يعني لا تلمس فوالا سي لو شاربون، لا تلمس الفحم. إذن نو توش با أو شاربون. أحيانا نتكلم عن لو شاربون دو بوا، شاربون دو بوا يعني فحم الشجر. نو توش با أو شاربون مينا، يعني لا تلمسي يعني الفحم مينا. طبعا حتى نتكلموا على فعل توشي، سي لو فيرب توشي. إذا نقول توش توشون توشي، طبعا الحال هذا في الأمر، ولكن ممكن أن هذا الأمر يأتي بصيغة النفي. تقول لشخص توش يعني إلمس، توشون يعني فلنلمس، توشي يعني فلتلمسوا. يعني مع كل فعل ممكن أن الأمر يأتي بهذه الصيغة ديال الأمر هكذا، أو الأمر بالنفي يعني تأمر شخصا بأن لا يفعل كذا. إذا نتوش با أو نتوشون با يعني فلا نلمس، علينا ألا نلمس، نتوشون با أو نتوشي با. نتوشي با يعني لا تلمسوا أو لا تلمسنا يعني شيئا ما. مثلا عندنا هنا نتوش با أما دينيتي، يعني لا تلمس كرامتي. نتوش با أما إيدونتيتي، يعني لا تلمس هويتي. أو نتوش با أما بيرسوناليتي، يعني لا تلمس شخصيتي. نتوش با أما بيرسوناليتي، يعني لا تلمس شخصيتي. نم توش با يعني لا تلمسني. إذن نم توش با يعني نتوشي با أموا، يعني ما تقيسنيش، نم توش با. أيضا ممكن أن تأتي بصيغة أخرى، توش با أمون أنفون أو توش با أما في. المقصود بها نتوش با أمون أنفون يعني لا تلمس ابني، يعني بسوء المقصود بها، أو بحال اللي عندنا هنا نتوش با أما في، ولكن أنها تختصر بلا ما تنزيدو ديك نه. إذن نتوش با أما في يعني لا تلمس ابنتي. أو اختصارا نو با توشي، نو با توشي، بدل أن نقول نتوش با نقول نو با توشي، يعني لا للمس تقريبا هكذا، لا للمس. احيانا بحال اللي عندنا هنا دونجي نو با توشي، يعني خطر لا للمس، يعني على كل شخص الا يلمسه هنا. اتونسيون سي فراجيل، يعني انتباه انه هش يعني سهل التكسير. نو با توشي سيلفو بلي يعني لا تلمسوا لا للمس من فضلكم. اذا اتونسيون سي فراجيل يعني انتباه انه هش، نو با توشي سيلو بلي يعني لا تلمسوا من فضلكم. إذا كما قلنا فيما سبق نتوش با أو شاربون يعني لا تلمسي، يعني أو شاربون يعني في الفحم، أو شاربون يعني لا تلمسي في الفحم، أو لا تلمسي الفحم، أو لا تلمس. بطبيعة الحال الفعل يصرف بنفس الشكل سواء وجه الأمر لمذكر أو لمؤنث، يعني الفعل يصرف بنفس الطريقة. نتوش با أو شاربون يعني في الفحم مينا. طبعاً الحال هنا توضيح الشخص الموجه له الأمر. إذا نتوش با أو شاربون مينا. tu vas salir ta robe، tu vas salir ta robe يعني أنت ستوسخين ستلطخين فستانك. ta robe ممكن أننا نقول tu vas salir la robe. طبعاً الحال عندنا هنا
سوساليغ لي ما، ممكن اننا نجد هذه العباره سوساليغ لي ما. طب هذا الحال ما عندناش فعل ساليغ، مع لا غوب استعملنا فعل ساليغ، ونفس الشيء مع بقيه الافعال اللي تجيب هذا الشكل بهذا المعنى اللي غنقولو. يعني عندنا هنا سوساليغ، علاش هنا استعملنا سوساليغ، وعلاش مع لا غوب استعملنا فقط ساليغ بدون هاد سو؟ يعني المسألة سهلة، هو أن لما يعني أن تنتمي للجسم، تنتمي لجسم الإنسان. إذن بحالة نقول بأن الإنسان تلطخ نفسه، إذن سوساليغ لما يعني لطخ نفسه في اليدين إن صح التعبير. هاد الفعل تتصرف بالطريقة التالية، فالبخيزون نقول جو مو سالي، طبعا الحالة تكون عندنا واحد اس هنا جو مو سالي، هاد سو تقلب مو جو مو سالي، يعني انا وسخت نفسي. مثلا نقول جو مو سالي لما، يعني انا وسخت نفسي في اليدين. علاش؟ لان لما تنتمي للجسم ديالي. اما لا غوب غنقول جو سالي لا غوب، يعني انا وسخت لا غوب يعني الفستان، او جو سالي ما غوب يعني انا وسخت الفستان ديالي. طبعاً الحال في البخيزون في حاله اليدين نقول تي تو سالي، طبعاً الحال نفس الشيء عندنا واحد الاس هنا فبلاصه ار غتولي عندنا اس، اذا تي تو تي تو سالي تي تو سالي لما، يعني انت وسخت يديك، كاننا نقول انت وسخت نفسك في اليدين تقريبا هكذا. ايل سو سالي ايل سو سالي، طبعاً الحال عندنا واحد الطينا يعني هو وسخ نفسه. ايل سو سالي مثلا لما، يعني هو وسخ نفسه في اليدين. اما في حاله لاغوب نقول ايل سالي مثلا ساغوب، يعني هو وسخ يعني لاغوب. ما غنزيدوش هاد سو اللي غتصرف لينا، اللي غتولي م وغتولي ت مع تي تي تو ايل سو نونو. طبعا الحال مع نونو في حاله البريزون، وفي حاله اليدين غنقولو نونو سالي سون نونو سالي سون. عندنا نو الاولى ديال الضمير، ونو الثانية ديال هاد سو اللي تقلبات مع نو غتولي تاهي نو، هاد سو غتولي نو. إذا نونو ساليسون لما، مثلا نحن لطخنا أنفسنا في اليدين إلى آخره. يعني طبعا الحال غنشوفو إن شاء الله فيما بعد، غير ناخدو واحد الفكرة على المعنى ديال سو ساليغ والمعنى ديال ساليغ. ساليغ تنستعملوه عندما يتعلق هاد التلطيخ بشيء ما لا يعود لجسمنا. أما سوساليغ طبعا الحال هنا أن التلطيخ يقع على جزء من جسمنا، إذن سوساليغ لما، يعني أنه لطخ يديه أو لطخ اليدين. ولكن اللي عندنا هنا كما قلنا ساليغ لغوب، يعني وسخ أو لطخ الفستان، ساليغ لغوب. عندنا لو بير دو برنار ايطالي على فيل، يعني ان لو بير دو برنار انه ذهب ايطالي على فيل. عندنا ايطالي ايطالي، عندنا لو فيرب الي ايطالي على فيل. عندنا اللي مصرف في الباسي كومبوزي هو فعل الي، ولكن قبل منه ماشي افوا، قبل منه اتر. علاش؟ لان الذهاب تتعلق بالشخص، تتعلق بلو بير، تتعلق بالاب، الاب اللي مشى، ماشي بحال بروندر اخذ، يعني انه اخذ لوطوكار، يعني خذ الحافله بحال شدها، بحال شدها بحال قبض عليها. الفعل متعدي هنا. طبعا الحال لوكسيليير اللي غنستعملو هو افوار. هنا لو بير دو برنار ايطالي، يعني انه ذهب، هو ذهب بالنفس ديالو. اذا غنستعملو الي في الباسي كومبوزي، وغنصرفوه مع اتر. نقول جو سوي الي، توي الي، نصوم الي، فوزيت الي، ils sont allés. طبعا الحال نكملوا الجمله كما نرى هنا. il a pris l'autocar. لو فيرب prendre تصرف مع avoir كما تنشوفوا. il a pris l'autocar، يعني لان هاد il اللي هو الاب، a pris يعني انه اخذ، ماشي هو اللي اتخذ. كون كان هو اللي اتخذ غنستعملوا هنا être. اذا il a pris l'autocar يعني انه هو اخذ l'autocar يعني الحافله. إذا بطبيعة الحال كما قلنا قبل قليل إل أ بخي، تنوضعو هنا لو بارتيسيباسي بطبيعة الحال ديال الفعل بخوندغ لي هو بخي، ثم تنديرو قدامو لوكسيليير أفواغ.
هنا بطبيعة الحال عندنا لو فيرب افوار حيت مصرفة بوحدو، مصرفة بوحدو، ملي تيكون بوحدو تنسميوه فيرب، فهو فعل، لحقاش حنا قاصدينه هو في الصرف. ولكن بحال أخذ، بطبيعة الحال حنا الغرض ديالنا أننا نتكلموا على الأخذ ماشي على أفوار. حنا الغرض ديالنا نتكلموا على الأخذ بأن الأب أخذ الحافلة. إذن وبالتالي باش نديروه في الماضي ضروري ناخدو لو بارتيسيباسي ديال بروندر أو أي فعل آخر نبغو نصرفوه في الباسي كومبوزي وتنديرو قدامه لوكسيليير. بطبيعة الحال الحالة اللي عندنا لو فيغ بروندر جا قدامه أفوار، إذن تنقولو جي بخي، تويا بخي، إل أ بخي، نوز أفون بخي، فوز أفي بخي، إلز أون بخي، إلز أون بخي. إذا بطبيعة الحال بخي تتبقى تتكرر وهذا هو اللي تتغير. لوكسيليير أفوار بطبيعة الحال تنسميو أوكسيليير لأنه جاء ليساعدنا في تصريف فعل آخر. إذا هذا اللي سميناه أوكسيليير يعني مساعد. إذا بطبيعة الحال لو فيغ بخوندغ جي بخي، تي بخي، إلا بخي، نوز أفون بخي، فوز أفي بخي، إلز أون بخي، هذه في الباسي كومبوزي. ولكن في البريزون تيتصرف بهذا الشكل: جو بخون، تي بخون، إل بخون، إل بخون، نو بخونون، فو بخوني، إل بخان. إذا كما تنشوفوا بأن التغيير واقع في الفعل. عندنا هاد فعل بخوندغ بطبيعة الحال تيتستعمل يعني في عبارات كثيرة، مثلا بخوندغ أن فولور، بخوندغ أن فولور يعني أخذ سارقا، يعني واحد رجل الأمن أنه قبض على سارق أو قبض على لص. إذا بخوندغ أن فولور بطبيعة الحال لو فيغ بخوندغ تيتصرف، تنقولو مثلا إيل بخون أن فولور يعني أنه قبض على لص. أو بخوندغ أن بيزي يعني أنه يتلقى قبلة، مثلا بخوندغ أن بيزي يعني أنه يتلقى قبلة. أو بخوندغ اون دوش يعني أنه يأخذ يعني حماما، بخوندغ اون دوش يعني أنه يأخذ حماما. أو بخوندغ لو تي يعني أنه يأخذ الشاي، بخوندغ لو تي يعني أنه يتناول الشاي. أو كما في الحالة اللي عندنا بخوندغ لو تخان أو بخوندغ لوتوكار يعني أنه يأخذ القطار أو يأخذ الحافلة. بخوندغ ان شوما يعني أنه يأخذ طريقا، يعني يأخذ واحد الطريق، المقصود أنه غيمشي مع واحد الطريق. أو بخوندغ ان فوتو، ممكن أننا نتكلم بخوندغ ان فوتو أنه يأخذ صورة، ولكن بخوندغ ان فوتو يعني أنك تأخذ في صورة، تتأخذ شي حاجة في واحد الصورة. بحال دابا هذا il prend en photo مثلا ce petit garçon يعني انه ياخذ في الصوره هذا الطفل الصغير. او prendre un rhume يعني انه ياخذ نزله برد او زكام، يعني تنقولوا حنا ضربوا البرد ولكن المقصود انه تلقى هذا الزكام. اذا نتكلم عن prendre un rhume. اذا prendre un voleur، prendre un baiser، prendre une douche، prendre le thé، prendre le train، prendre un chemin، prendre en photo، prendre un rhume. عندنا هنا il prend un café يعني انهم ياخذون قهوه. elle prend un sandwich يعني انها تاخذ ساندويشا. elle prend un sandwich يعني انها تاخذ ساندويش. je prends une douche أنا أخذ حماما. تي بخون لو بالون أنت تأخذ أو أنت تأخذين كرة. إل بخون لا مان دو سون بير يعني أنه هو يأخذ يد أباه. طفل صغير إل بخون لا مان دو سون بير يعني أنه يأخذ يد أباه. عندنا بيرنار أبيردي سون كارطابل يعني أن بيرنار فقد. بنفس الشكل عندنا لو فيغ بيردر لو بارتيسيب باسي ديالو هو بيردو سون كارطابل، يعني بيرنار فقد حقيبته. ا بيردو عندنا لو بارتيسيب باسي ديال الفعل بيردر وعندنا قدامو لوكسيليير افوار بيرنار ا بيردو. اما في البريزون تنقولو جو بير، تو بير، إل بير، نو بيردون، فو بيردي، إل بيرد، هم يفقدون الآن.
عندنا مثلا في هذا المثال 95% دي بيرسون كي فون ريجيم ناريف جامي ا بيردر دي بوا، يعني 95 من الاشخاص اللي تيديروا يعني الحميه ناريف جامي، يعني انهم لم يصلوا بالمره ا بيردر الى فقدان دي بوا، الى فقدان الوزن. برنار كما قلنا ا بيردو سون كارطابل، يعني ان برنار فقد، ما قلناش برنار بير يعني انه يفقد الان، بل قلنا ا بيردو سون كارطابل يعني انه فقد حقيبته. il le cherche partout، هو يبحث عنها partout يعني في كل مكان. عندنا هنا grand-père a une barbe blanche، grand-père يعني ان الجد، a une barbe يعني عنده لحيه blanche، اذا grand-père a une barbe blanche يعني ان الجد عنده لحيه بيضاء. papa n'a pas de barbe يعني ان الاب ليس له لحيه، papa n'a pas de barbe يعني أن الأب ليس له لحية. عندنا هنا شوت نو بارل با سي فور، يعني اسكت، نو بارل با لا تتكلم، سي فور يعني بقوة، لا تتكلم بقوة، لا تتكلم يعني رافعا صوتك. بيبي فا دوغمير يعني أن الرضيع فا دوغمير يعني أنه سينام، يعني أنه سينام. بيبي فا دوغمير، إذن ne parle pas si fort يعني لا تتكلم بقوة. بيبي دور الآن، بيبي دور، بيبي va dormir يعني أن الطفل أو الرضيع سينام، أما بيبي دور يعني أن الرضيع ينام. تنقوله في البريزون je dors tu dors il dort، هنا عندنا le dormant vous dormez il أو elle dorm، عندنا واحد الآمنة. إذن عندنا or ar ur r or ar ur r r le mur يعني الجدار، la ferme le mur la ferme يعني الجدار، la ferme يعني المزرعة، le car يعني السيارة، la porte الباب، la porte. هذا فيما يخص هذه الحلقة، حياكم الله وإلى لقاء قريب بإذن الله.